السلام بنات، هذا فيديو جديد مع سلمى. وفيديو ديال اليوم نوريكم بعد ما ساليت هذا الرشمه هذه، شفت بعض المواطع باقي كيبان فيهم واحد شويه ديال الخرج، وفي نفس الوقت انا ما خصنيش نصب البياسه لان بقى جديده كيف ما كتشوفوا. شنو غنعمل؟ نشبر خل ديال اليدين او خل دوش وشيتا ديال السنان، من الاحسن تكون نقيه، وغنفزكو الشيتا شويه ونعملو فيها شويه ديال هاد الجل. انا هاد الجل هذا عندي سائل بزاف، يعني ماشي ديك النوع ديك اللي خاطر. غنعمل شويه في بروس ديال السنان او شيتا ديال السنان. بعد ما عملتها غنجي نمطع ديال اللي فيها الطبعه بالخرج، غنحاول نحك شويه ماشي بزاف، بشويه هكذا. ديك الساعه ملي غنسالي، ها هي هي ملي غنسالي غنحاول ننشرها، او الى شفت راسي عملت الصابون بزاف فيها وفحال اللي ترغوات غنشبرها بالماء، غنحاول غير نقوزها. علاش ما عملناش كيف ما كنعرفوا دائما يعني نصبنو؟ لان بزاف المرات كنبغيو نصبنو حنايا الحوايج وكيكون هنايا الجوهر مهرس، كنشوفوا هاد الجهه ديالو خصوصا الا ما كانش جوهر حر. انا الحمد لله عندي حر يعني ما خوفاناش. شي مره ما كيكونش عندنا جوهر حر وكنبقاو نصبنو نصبنو نصبنو، كنجبروا هاد الجهه هادي بهتت وما عندناش الوقت باش نعودوها. لهذا هاد الطريقه هادي ساهله، يعني ما كتخليكش توصل لنتينا الجوهر، يعني كتخلي غير المواطع. او بحال هنايا نوريكم، بحال هنايا هنايا شطيبات هاهما، نحاول ندخل شيتا فهاد الفراغات اللي باش تزول لي انا ديك الخرج اللي ما خصنيش يبان. وديك الساعه غنشبرها هي بالماء ونشلها وغنشفها سواء بالسشوار او نعملها تبس. هذا هو الفيديو ديالي، كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا، وان شاء الله هاد الرشمه هادي عجبروها في الفيديو ان شاء الله اللي ماجي، وعجبرو ان شاء الله حتى الفيديو ديالها كامل. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا ومع درس جديد ان شاء الله، وشكرا.